السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. قضية الكولونيل نور الدين غادة وتتعقد، تشعبات وخرجوا منها مجموعة من الفرضيات وتزادوا فيها شخصيات جديدة، وهذا الشيء تيدل على أن القضية صعيبة بزاف وماشي سهلة كيف ما كان كفكروا في بداية الأمر، أن الكولونيل قتلوا واحد الشخص وصافي الزوجة مغطية عليه. ولكن مؤخرا بلينا أن هذا السيناريو ماشي هو هذاك، القضية غادي تكون متورطة فيها عصابة إجرامية خطيرة اللي كان عارف عليهم الكولونيل شي حوايج اللي غادا تديهم مورا الشمس. وفاة الكولونيل جات متزامنة مع واحد الملف اللي تفجر واللي سميتو سفاح سالة، هو واحد الشاب اللي تم الاتهام ديالو بأنه قتل مواطنة أجنبية وقرضها وتخلص من الجثة ديالها بطريقة بشعة. وهذه الجريمة اهتزت على إثرها ساكنة سلا والنواحي. إذا هاد القضايا بجوج وقعوا في سلا، السيدة تقتلت في سلا والكولونيل تقتل في سلا ماشي بعيد على دارو. إذا شنو هو القاسم المشترك بيناتهم؟ كما سبق لي وشرت من قبل أن المحامية زينب خيار هي اللي خدات على العاتق ديالها الدفاع على الشاب طارق المشوقر اللي متهم بقتل مواطنة أجنبية وبأنه قطع الجثة ديالها إلى نصفين وتخلص منها بمنطقة سميتها القواس بسالة. المحامية زينب خيار كتقول أن قضية مقتل الكولونيل نور الدين عندها علاقة بقضية طارق المشوقر، وهذا الشيء تطرقت ليه وغنعاود نتكلم عليه في هذا الفيديو. شي سنة تقريبا هذه قبل خرجت المحامية زينب خيار في عدة منابر وعطات تصريحات خطيرة جدا اللي من خلالها وجهات اتهامات مباشرة لبعض الأمنيين بمدينة سلا، وقالت أنهم تورطوا في جريمة قتل الأجنبية وأنهم لفقوا التهمة لطارق المشوقر، والدليل على ذلك هو أنه أزيد من 18 رجل أمن تورطوا فعلا، كاين فيهم اللي تم التوقيف ديالهم عن العمل وكاين اللي تم السجن ديالهم. وهذا الشيء كيبقاو التصريحات ديال المحاميه زينب خيار، هي اللي بين يديها الملف وحنا تناقشوا فقط القضيه وكنحللوها. اذا المحاميه زينب خيار من خلال التصريحات ديالها تقول ان بعض رجال الامن بسلا عارفين القاتل الحقيقي اللي صفها المواطنه الاجنبيه، ولكن بغاو يغطيو على الجريمه، وهنا قرروا باش يستعنوا بشي شخص مجرم يكون عنده سوابق ومعروف بمسار الاجرامي الكبير ديالو. وهنا فين غادي يخططوا مع واحد الشخص اللي هو ملقب بالهاروش ومعروف بسلا بالتاريخ الاجرامي ديالو، غراوه واتفقوا معاه على طمس معالم جريمة القتل ديال الاجنبية. وهذا الشيء كيبقى كلام المحامية لان بيديها هي الملف. اذا شكون هو هاد الهاروش؟ الهاروش هو واحد المجرم في عمره 40 سنة، عنده سوابق كثيرة وفايت مشدود أزيد من 12 مرة بسبب السرقة والمخدرات. وهذا الهاروش هو الخضار اللي عنده صراع قديم مع طارق المشوقر، وراني حكيت لكم في الفيديو السابق كيفاش بدا الصراع بيناتهم منذ سنة 2016. إذا حسب الأقوال ديال المحامية أن بعض رجال الأمن جابوا هاد الهاروش وقالوا ليه عندنا واحد الجوتة وبغينا نتخلصوا منها، تهز التهمة ديال القتل ديالها وغادي نتهلاو فيك وغادي نحاولوا أنك ما غتاخدش واحد المدة اللي هي كبيرة في السجن. وهاد الهاروش وافق انطلاقا على مجموعة من الشروط اللي دارها مع رجال الأمن كيف ما كتقول المحامية. هاد الهاروش مشى شرا واحد الصندوق على اساس باش يدير فيه الجثة اللي مقطعة الى نصفين، هو غادي يتخلص غير من واحد الجزء فقط. شرا صندوق وقال اللي باعوا ليه راه هاد الصندوق غادي نخرج فيه واحد الجثة وراني غنورط طارق في الجريمة ونقول هو اللي قتلها باش ننتقم منه ونخليه يدوز حياته كاملها في الحبس. والمحامية تقول ان هاد الشخص شاهد على هاد الكلام اللي قالوا الهاروش، وفعلا داك الشيء اللي دار هاد الهاروش، خدا الجثة وحطها في الصندوق وجرها في واحد الكروسة وداز بها من حدا الدار ديال الورثة ديال طارق المشوقر باش يلصق فيه التهمة، ومن بعد رمى الجثة حدا واحد البلاصة سميتها القواس. ومن بعد من يتم الاعتقال ديالو قال لهم ماشي انا اللي قتلت، وانما صاحبي طارق المشوقر هو اللي تعرف على هاد الاجنبيه في واحد الملهى ليلي
واستدرجها للدار ديال جدودو فسلا وسد عليها فيها واحد 8 ايام هو كيتكرفص عليها وتما فين قتلها وقسمها على جوج. النصف الاول تخلص منه راسو والنصف الثاني عطاه ليا انا رميته في منطقه القواس وهكا عاونته في التخلص من الجثه. من بعد المحاميه تقول انه تم اعتقال طارق المشوقر انطلاقا على الاعترافات ديال الهاروش، وهنا الامن غيعرضوه لشتى انواع التعذيب باش يقول انه هو اللي قتل وقرض المواطنه الاجنبيه، وفعلا تحت تاثير التعذيب قال لهم اه انا اللي قتلتها. ومنين سولاتو الام ديالو علاش والدي قلتي هاد الكلام وماشي انت اللي قتل اصلا، قال لها راه عذبوني بزاف لدرجه انهم كون طلبوا مني نقول انا اللي قتلت كينيدي كنت غادي نقولها. من بعد المحاميه تقول ان الشرطه العلميه مشات للدار ديال جدود طريق قلبوها ما لقاوش فيها حتى شي ادله ولا شي اثار على وقوع الجريمه بها من الاصل، لان هذيك الدار مجرد خربه مهجوره ما فيها لا ماء لا ضوء وما فيهاش ابدا لا طراس ديال الدم او لا التقطيع ديال الجثه. وهكا الهاروش اللي عليه ادله انه هو اللي تخلص من الجثه في منطقه القواس تحكم بثلاث سنوات فقط، وطريق اللي ما عليه حتى شي دليل تضرب بالمؤبد بتهمه الاختطاف والاحتجاز والقتل العمد مع التمثيل بالجثه. المشكل هنا المحاميه تقول ان هذه الجثه اللي تلقى غير النصف ديالها والنصف الاول مازال غابر لحدود الساعه، فما معروفاش اصلا ديال من، شكون هي صاحبه الجثه، واش مغربيه او لا فعلا اجنبيه، وشكون اللي قتلها، وشكون اللي تخلص من الجثه ديالها في واحد الكيس اللي كيكون في السفاره الاجنبيه وما كيخرجش منها بصفه نهائيه، لدرجه انه الجثه ترمات داخل هذا الكيس ديال السفاره. ومني البوليس جاو يديروا اعاده تمثيل الجريمه داروها في الكيس ديال البلبوله، لان الكيس ديال السفاره غسلوه وردوه لهم، ما يعني ان الكيس ما خاصوش يترمى نهائيا، خاصو يبقى في السفاره لانه فيه ارقام سريه ديالها. اذا كيفاش هاد الجثه ترمات في كيس ديال السفاره وتم اعاده تمثيل الجريمه في واحد الخنشه ديال البلبوله اللي كاينه عند صحاب الحوانت؟ راه ماشي ممكن هاد الشيء. هذاك الكيس ديال السفاره خاصو يبقى مع المحجوزات ديال الجريمه، علاش اللي غيردوه للسفاره؟ علاش يديروا اعاده تمثيل الجريمه بواحد الكيس اخر؟ خاص يتم اعاده تمثيل الجريمه بهذاك الكيس اللي فيه دوك الارقام السريه باش نعرفوا شكون اللي خرجوا من السفاره. اذا اشنو علاقه طريق المشوقر بالكيس ديال الهيئه الدبلوماسيه؟ وشكون خرج هذاك الكيس من السفاره؟ واشنو علاقه الكولونيل بهذا الشيء كامل؟ واحد النقطه خطيره دلت بها كذلك المحاميه، ان الجثه المقطعه لقات فيها الشرطة العلمية أثناء التشريح بصمات ديال ثلاثة ديال الناس، جوج رجال وامرأة. وهنا المحامية كتسائل علاش ما تمش استدعاء أصحاب البصمات بثلاثة بهم باش يتم التحقيق معهم، لأن أكيد بقاو البصمات ديالهم في الجثة أثناء تنفيذ الجريمة. وهنا المحامية كتقول بغينا هاد أصحاب البصمات يحضروا مهما كان الوزن أو المنصب ديالهم. سمعوني مزيان، المحامية كتقول مهما كان الوزن ديالهم أو المنصب ديالهم. واش هنا المحامية كتعني أن هاد ثلاثة ديال الأشخاص هما شخصيات نافذة أو مسؤولين كبار؟ ها احنا غنرجعوا لقضية مسؤولين كبار كما خلاتها مرات الكولونيل اللي كتعنى بناس كبار. واش هاد الأشخاص بثلاثة هما اللي قتلوا هاد المواطنة الأجنبية؟ ولكن فين قتلوها؟ فغادي نرجعوا هنا للكيس ديال السفارة اللي مستحيل يخرج منها. واش تكون هاد السيدة تقتلات في هاد السفارة الأجنبية وخرجت الجثة ديالها في هاد الكيس ديال السفارة؟ كما كتعرفوا أن الكولونيل خدمته هي مراقبة والحرص على سلامة الهيئات الدبلوماسية والسفارات إلى آخره. واش يكون على علم بهاد الجريمة وعارف شكون اللي ارتكبها هذا علاش قتلوه حتى هو باش يدي معاه سره؟ راه هذا الشيء هو اللي كتلمح ليه المحاميه زينب خيار، لانها ديما كتسائل ما علاقه الكولونيل بجريمه قتل المواطنه الاجنبيه. غادي نطرح تساؤل اخر هنا، فين هما الهواتف النقاله ديال الكولونيل اللي غبروا الى يومنا هذا؟ ثلاثه ديال التليفونات غبروا،
الى مقتل الكولونيل فعلا عنده علاقه بجريمه الاجنبيه، اي وراه اكيد الهواتف ديالو فيها ادله او لا مكالمات او لا صور على الجريمه. داكشي علاش غبروهم باش يطمسوا هاد الادله اللي كان خازنها عنده الكولونيل في التليفون، او ممكن يكون فيهم مكالمات كانت كتجمع المرحوم بدوك الناس اللي تيحاولوا يقنعوه باش يبقى بعيد على القضيه. في الاول بعدوه من الرباط وحولوه لسلا باش يكون بعيد على السفارات والبعثات الدبلوماسيه، من بعد مني هو ما سمعش منهم فحاولوا انهم يقتلوه في مره واحده. راه الكولونيل تعرض ما مره ما جوج لعمليه المطارده بالسياره ومحاوله القتل. اكيد ان هاد الناس كانوا كيهددوا الكولونيل باش يبقى بعيد على القضيه ديال المواطنه الاجنبيه، اكيد كانوا كيخلعوه باش يبقى ساكت، وهذا علاش تعرضوا على الكولونيل مناصب عليا ولكن هو كان كيرفضها باش يبقى بعيد على دوك المشاكل. واش كان خايف من شي منصب اللي غيخليه قريب من دوك الناس؟ هذا علاش كان كيرفض الترقيه ديالو. الكولونيل راه كان كيتعرض لعمليه تجسس ودايرين ليه الجي بي اس وجهاز التصنت في السياره باش ديما يبقاو متبعين التحركات ديالو ويسمعوه شنو تيقول ولا ياش كان كيخطط. ويقدر الكولونيل في يامته الاخرى كان ناوي يفرشهم او اللي يبلغ بهم، هذا علاش نحاوه من الدنيا. ولكن شنو علاقه الحاجه فاطمه بهذا الشيء كامل؟ شكون هاد الناس اللي تتقول الحاجه انها حمينها وانها كتجمعها معاهم واحد العلاقه طويله، واحد العشره طويله، وانها ما يمكن ليهاش باش انها في الاخير تخونهم وتبلغ عليهم؟ هادشي اللي كانت كتقول الابتسام، تتقول ليها هاد الناس راهم صحابنا وشركنا الملح والطعام وما يمكن ليش باش انني نمشي نغدرهم ونبلغ بيهم، ربي يسترهم. ايوا حتى انا غادي نسترهم. هادشي كامل اكيد غادي يبان في الايام الماجيه ان شاء الله. اذا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنساوش تخليوا وجهه النظر ديالكم في قضيتنا ديال اليوم من خلال تعليقاتكم، ما بتبخلوش اخوتي بالاشتراكات وباللايكات وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم. خليتكم على خير، الى اللقاء.